السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير. إذا في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى comparative and superlative. comparative and superlative، وفي نفس الوقت إن شاء الله نشوفوا similarity and minority. شنو هي comparative؟ comparative هي المقارنة، ملي كتقارن between، يعني كتقارن بين جوج الحاجات ولا جوج ديال الأشياء ولا جوج ديال الناس ولا جوج دول إلى آخره، يعني كيكون أولا مجموعات أولا، يعني كتكون مقارنة عندك جوج الحاجات وكتقارن بيناتهم. superlative كتكون وحدة أحسن من واحد المجموعة ديال الحاجات ولا أحسن من مجموعة ديال الناس، كيقولوا superlative، واحد كيكون أفضل منهم كاملين. اوكي، اذا غادي نبداو بالقواعد. القاعده الاولى بالنسبه للكومباراتيف راه ساهل، كومباراتيف مقارنه، سوبرلاتيف التفضيل. القاعده الاولى كتقول لك اذا كان عندنا لادجكتيف، ملي كيكون عندنا لادجكتيف فيه ثلاثه ديال الحروف وفي الوسط كيكون فاول، لي فوايلك عندنا خمسه فاولز، كاينين خمسه. اوكي، اذا هذه فاول. وين وي هاف ان ادجكتيف اور ا شورت ادجكتيف اند باي كونسونانت اند ستارت باي كونسونانت اند وي هاف ان ذا ميدل vowel، ملي كيكون هاد vowel في الوسط بحال مثلا hot big fat sad، شنو كنعملو في هاد الحالة؟ كندوبلو الحرف الأخير، we double the last letter، كندوبلو الحرف الأخير. اوكي، يعني هاد تي خصنا ندوبلوها و جي خصنا ندوبلوها، جي تي خصنا ندوبلوها و دي نفس الشيء، we have to double it، يعني خصنا ندوبلوها. بالنسبة للكومباراتيف، باش نعملو كومباراتيف كيقولوا لنا القاعدة باللي كناخدو لادجيكتيف كنزيدو له ER at the end، يعني we add ER at the end of an adjective، يعني كيكون hot كنقولو hotter، كندوبلو T وكنكتبو hotter. big bigger كندوبلو G عاد كنكتبو ER. fat the same and said the same، عندنا hot ساخن، big كبير، fat يعني شي واحد صحيح غليظ وسمين، وسد حزين، شي واحد حزين. ملي غنقول هذا حزين اكثر من هذا خصنا ندوبلو دي ونزيدو اي ار، يعني او ار. اوكي، مزيان. وكنزيدو موراها ذن، دائما كومباراتيف كنستعملو ذن، كنقولو بيجر ذن، هوتر ذن، فاتر ذن، سادر ذن. اوكي، هذه بالنسبه للكومباراتيف. بالنسبه للسوبرلاتيف كيكون عندنا تي اتش او، يعني كنعملو ذ زائد ادجكتيف زائد E S T أو لا E S T. أوكي، كنعملو E S T at the end. مثلا عندنا hot كندوبلو T وكنزيدو E S T. big the same، يعني نفس الشيء، big عاود كنقولو the biggest الأكبر، the fattest، the saddest. هذه بالنسبة للسوبرلاتيف. إذا دائما سوبرلاتيف كتبدا ب T H E، يعني كنقولو the. وكومباراتيف دائما كيكون لادجكتيف موراه او ار، يعني اي ار زائد ذن، ذن يعني كتعني مين. مزيان. القاعده الثانيه كيقولوا لنا ملي كيكونوا شورت ادجكتيف بحال هادو، مثلا سمول، شورت، لونغ، اولد، تول الى اخره، كنزيدو هنايا اي ار ات ذا اند، كنزيدو اي ار وكنزيدو ذن، يعني ببساطه هذا سهل، كنزيدو غير اي ار زائد ذن، هذه هي كومباراتيف. بالنسبه للسوبرلاتيف كنكتبوا ذ في الاول تي اش او وكنزيدوا هذا لادجكتيف زائد اي اس تي. اوكي، اي اس تي، اذا نقولوا ذا سمولست، ذا شورتست، ذا لونجست، ذا اولدست، ذا تولست. هذا واخا فيه ثلاثه الحروف ما صنفناهش هنا، علاش؟ حيتاش ما كاينش فاول في الوسط، كاين كونسونانت، على داكشي ما غندوبلو حتى حاجه، يعني نكتبو عادي اولد older. بالنسبه لهاد الكلمات small كتعني صغير، short كتعني قصير، long كتعني طويل، old كتعني كاين old كتعني قديم، وكاين old كتعني كبير في السن، كبير، و tall هو طويل يعني طويل الانسان. القاعده الثالثه عندنا nice large strange، هنا القاعده كتقول لك اي adjective كيتسالى ب اي at the end we are just are in the comparison or in the comparative form، يعني ملي كيكون عندنا adjective كيتسالى ب او الفا، يعني هذه اي ا دي ان كيتسالى ب او، كنزيدو غير ار، صافي كنكملو، يعني بحال هادو نفس الشيء، نايسر، لارجر، سترانجر، يعني كنزيدو غير ار وصافي، وموراها ذن. بالنسبة للسوبرلاتيف نفس الشيء عاود، كنزيدو غير اس تي، ما نزيدوش اي اس تي، لا، كنقول ذا نايسست، ذا لارجست، ذا سترانجست. اوكي، اذا نايس ظريف، لطيف، لارج واسع، و سترينج شي واحد غريب اجنبي، كنقول سترينج. اوكي، القاعده الرابعه قال لك اي ادجكتيف كيتسالى بواي، يعني كيتسالى بايكغريك، كنحيدو ديك ايكغريك وكنعملو اي او ار، كنعملو اي اي ار. اوكي، اذا عندنا هابير غادي نحاول نكتب هادشي في المونتاج،
هابي هابير، كرايزي كرايزير، لايزي لايزير، ايزي ايزير. بالنسبه للسوبرلاتيف كنكتبوا دائما ذا تي اش او ات ذا بيجينين، يعني في البدايه، و اي اس تي ات ذا اند، اذا نقول ذا هابيست، ذا كرايزيست، ذا لايزيست، ذا ايزيست. اوكي، هادو هما القواعد. بالنسبه للهابي كتعني سعيد، كرايزي كتعني احمق، لايزي كتعني كسول، ايزي كتعني سهل. اذا هذا فيما يخص شورت adjectives، ملي كيكونوا لي adjectives صغارين او لا قصارين. اما اذا كانوا لي adjectives طوالين long adjectives، هنايا ما كنزيدوش اي ار، ما كنعملوش نفس الطريقه. هنايا شوف شنو عندنا، الادجكتيف كنزيدو مور قبل منه، يعني مور زائد adjectives ملي كيكون طويل. بحال مثلا نقولوا more important، more difficult، more expensive، more interesting، more active. دائما كنعملو more زائد long adjective زائد than، هذه في المقارنة comparative. بالنسبة للسوبرلاتيف كنكتبو the most في الأول at the beginning، the most plus adjective، يعني كنقولو the most كتعني الأكثر، the most plus adjective plus no we don't add then، كنكتبو the most plus adjective، يعني غنقولوا الاكثر جمالا غنقولوا the most beautiful، الاكثر ذكاء the most intelligent. اوكي okay؟ اذا بالنسبه للكومباراتيف كنستعملوا more سايد الادجكتيف، ما كيتبدلش، more beautiful، more difficult، more important. وفيما يخص superlative كنعملوا the most، كنقولوا the most important، the most difficult، the most expensive. اوكي okay؟ اذا هذا فيما يخص long adjectives. اذا غندي ندوزو دابا سيميلاريتي. شنو هو سيميلاريتي؟ يعني التشابه. سيميلاريتي كيكون عندنا جوج الحاجات هما فحال فحال، يعني هاد الحاجه فحال هاد الحاجه، كيكون كيتسمى سيميلاريتي. اوكي، اذا فيما يخص سيميلاريتي هي التشابه، ملي كتكون جوج الحاجات فحال فحال ولا جوج الناس فحال فحال كيتسمى سيميلاريتي. هنايا كنستعملو في الاول از او لا ار. if we have singular we use is، and if we have plural we use ار. اذا كان عندنا مفرد كنقولوا is، واذا كان الجمع كنعملوا ار. ديك الساعه كنزيدوا as plus adjective plus as، بمعنى ان الادجكتيف في هذه الحاله ما كيتبدلش، غير كنعملوه between two as as، يعني كنعملوا as هنايا و as هنا، والادجكتيف كما كان طويل قصير صغير كما كان الادجكتيف كيبقى هو هو، غير كنعملوا as و as. مثلا عندنا جوج ديال الناس، عندنا لبنى intelligent وفاطمه intelligent، غنقولوا لبنى is as intelligent as فاطمه، لبنى is as intelligent as فاطمه. اذا كانوا بزاف غنقولوا مثلا plural، غنقولوا القطط فحال الكلاب، غنقولوا cats are، حيتاش plural غنقولوا cats are as beautiful as dogs، cats are as beautiful as dogs، يعني كيكونوا فحال فحال. اوكي، هذه كتسمى similarity. بالنسبه للماينوريتي العكس ديال سوبرلاتيف، يعني سوبر وكاينه ماينور يعني لتحت، فاي وقت تقول اكثر جمالا كتقول اقل جمالا، ولا اقل اهميه، ولا اقل صعوبه، اقل خطوره، يعني كنستعملوا less. less is the opposite of more، less هي العكس ديال more، و the least العكس ديال the most. هنا ليست كنستعملها في سوبرلاتيف، وليست كتستعمل كومباراتيف. اذا بغيتي تقول مثلا الفرنسيه اقل اهميه من الانجليزيه، وي ساي فرنش از ليس امبورتانت ذان انجلش، فرنش از ليس امبورتانت ذان انجلش. اذا بغينا نقولوا العكس، بغينا نقولوا الانجليزيه اقل اهميه من الفرنسيه، وي ساي انجلش از ليس ذان از ليس امبورتانت ذان French. English is less important than French. But in fact, English is better. English is the first language in all over the world. Wherever you go, you can speak English. So English is more important than French. English is more important than French. English is the best. English is the most important language in all over the world. Is the most important language in the world. Okay، هي لغة مهمة في كل أنحاء العالم. Okay، إذا قلنا بالنسبة لس هي كتستعمل أقل أو more أو opposite. Okay، إذا أخيرا في هذه البارتي عندنا irregular adjectives. Irregular adjectives هما لي adjectives اللي ما كيكونوا لي adjectives أو صفات غير نظامية، ما كنطبقوش عليهم القواعد الأخرى، ما كنزيدوش ار، ما كنزيدوش اس تي في الاخر، يعني هما بوحدهم كيتسموا irregular adjectives، يعني
لي زادجكتيف اللي هما غير نظاميين او لا صفات غير نظاميه. بالنسبه لغود كتقول مزيان غود، بغيت تعمل مقارنه او سي بيتر، اي ام بيتر ذان يو، يو ار بيتر ذان مي. اذا بيتر هي كومباراتيف ديال غود يعني مزيان، واذا بغيت تقول الافضل، انا الافضل، انا احسن منكم كاملين، اي ام ذا بيست، اقول ميسي از ذا بيست بلاير ان ذا وورلد، ميسي از ذا بيست بلاير، يعني ملي كنعملو سوبرلاتيف واحد افضل من جروب او افضل من بزاف، يعني ما كيعملوش مقارنه، هو سوبر ذا بيست. شوف قسمت انا ذا موست، الله يعطيك مزاجك، ذا بيست. اوكي باد يعني سيء، شي حاجه خايبه كنقول باد. الكومباراتيف ديالك كنقول worse than، worse than كتعني أسوأ من، أسوأ من، worse than the worst، the worst هو الأسوأ. بحال مثلا هنايا إذا بغينا نقولوا هذا أحسن نهار في حياتي، غنقولوا this is the best day in my life، this is the best day in my life. وإذا بغيت نقول هذا أسوأ نهار في حياتي، we say this is the worst day in my life، this is the worst day in my life. Okay. إذا bad worse than the worst، الأسوأ، الأسوأ، الأفضل ولا الأحسن. far يعني بعيد كنقول far، الكومباراتيف ديالك كنقول further than، further than، the furthest يعني superlative، the furthest الأبعد. وكاين a little، هذه غير زيدتها من عندي، هذه حيتاش ديجا استعملناها في minority، كنقول a little شوية. بغيت تقارن تقول أقل كنقول less than، أقل من، و superlative كنقولوا the least، the least. بغيت نعمل لكم شي تمارين فيما يخص هذا كومباراتيف اند سوبرلاتيف، ولكن كنشوف الفيديو غيجي طويل، سوف نكتفي بهذا. اي واحد عنده شي سؤال شي حاجه، اذا تطلب الامر اننا نعملوا تمارين ولا شي حاجه قولوها لي في التعليق، وغادي نعمل لكم ان شاء الله تمارين فيما يخص هذا irregular adjective، irregular adjective كلشي comparative and superlative باش تفهموا اكثر. حاولوا غير، انا كنجري، انا عارف راسي كنجري، كنهضر بالزربه، عارف راسي انني كنهضر بالزربه، كنجري، ولكن باش ما يجيش الفيديو طويل، ما كنحملش الفيديوهات الطويله. واذا ما كان كنتمنى توفيق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.